احنا عملنا كذي لانه مجيد مرهون بدل ان عن الظلام اشعل شمعة لتنير الطريق. وطبعا بعد ما خرج من السجن نشر الفرح والسرور والحب من خلال الورود اللي طلعت فيها الأخت، برغم أنه حاول السجان أنه يعترض طريقها وما يولع لها اللي هو الأخ مكي، بس هي أو هو السجين قدر أنه يطلع بكم كبير من الإنتاج الفني الذي ينم عن عبقرية مجيد مرهون. أسعدتم مساء وحياكم الله رفاق أخوة ضيوف بنات وشباب شياب وشابات. طبعا احنا لا يمكن ان نتصور الحياة بدون فن. الفن هو إيقاع الحياة. هل يمكن أن يعيش الإنسان بلا فن؟ نعتقد لا. الفن والأمل كانوا يدفعون مجيد مرهون لأن يعيش، لأن يملأ الحياة فرحة وسعادة. من البحر والبحار استمد الفنان العبقري مجيد مرهون رسالته. الصبر كان أحد ميزات العظيمة للبحار، وطبعا لم يخف من الليل والظلمة، بل تمسك بالأمل طريق الحياة، ومن خلال نور النجمة التي يستدل فيها البحار عادة طريقه في السماء استدل بها دربه للإنسانية، للفن، للعطاء، وخرج بروحه وعقله وقلبه إلى السماء يطير حرا مغردا بسيمفونياته ليقول لنا جميعا: تمسكوا بالأمل وشقوا طريقكم إلى الحياة، لا تتوقفوا، أعطوا الناس، العطاء هو الذي يخلدكم، بدون عطاء طبعا. ويؤكد الفنان الكبير مجيد مرهون أن النجم في السماء يرشدكم على الطريق الطويل، والورود تنشر المحبة بينكم ليسهل عليكم خوض غمار البحار وصيد اللؤلؤ الذي ينقلكم من حال إلى حال. ولنرى جميعا اليوم الأجمل الذي لم نره بعد. الأغنية الآن أغنية يا أبو الفعال يا ولد للفنان سلمان زيمان. Oh,
الآن لقطات من حياة جوهرة الفن مجيد مرهون. فنان أحمد الغانم وشيء من موسيقى نجمنا النجم ليلتنا الحاضر بروحه وفنه معنا الفنان الكبير العبقري مجيد مرهون. الوردة من الورود التي أنتجها وخلقها الفنان مجيد مرهون. هذا العمل الموسيقي اسمه سكرجاندو ومعناته يعني مقطوعة قصيرة سريعة. هي للفلوت المنفرد كتبها ودي يعني وعنوانها أيضا بإهداء شخصي لي، وهذا شيء عظيم بالنسبة لي لأنها من أثمن الأشياء أن أنت تتلقى هدية من فنان كبير سوف تبقى للأبد. فتحية للفنان. Thank you.
أصار مبدعنا الشاعر عبد الحميد القائد إلا أنه يقول كلمته عبد الحميد القائد. الرفيقات والرفاق، الأخوة والأخوات، مساءكم خير. هذا ليس حفلة تأبين، إنما احتفالية بمجيء المرهون. نحن هنا ليس لنتذكر ألم الماضي، نحن هنا لنحتفل بمجيد، بفن مجيد، بإبداع مجيد، بموسيقى مجيد. الموسيقى وهذا الفن الذي سيظل طويلا طويلا. التقيت بمجيد منذ زمن طويل، وكان طالب معنا في المدرسة، مدرسة القضيبية، وكان يسبقنا بعدة سنوات. عمري ما فكرت أن العلاقة بالسياسة. بعد اعتقاله تفاجأت أصلا أن مجيد له علاقة بالسياسة. في 1971 بالضبط اكتوبر او نوفمبر 71 كان لي شرف زيارة مجيد في جدة، فأقبل علي مجيد فرحا لأنه عندما رآني تذكر المدرسة وتذكر الفريج وتذكر المنطقة. أنا من منطقة الحورة ومجيد كان تقريبا يمني، يعني في منطقة كان يسمونها سابقا العدامة، اللاحين يسمونها أرض مصطفى، كانت بيوت سعف. فعندما التقينا كان لقاء جميلا، يعني أيام الصفاء. في إحدى المرات سألني مجيد، لما كنت أنا في جولتي الصباحية، كان عندنا الساعة الصبح ساعة العصر نتمشي يعني في السور، فكنت كاتب في الليل قصيدة. هاي كان بالضبط 20 فبراير 1971، كنت كاتب قصيدة اسمها رسالة مسجونة، بس هي بعدين العنوان تغير إلى حبيبتي. فأثناء جولتي أنا في السور، وسط السور، فمجيد كانت حجرته أو حجرة الكهرباء عند السور، فسألني قال لي ما كتب شيء؟ قلت والله البارح كاتب قصيدة، وأنا من النوع اللي كنت أحفظ قصائدي في الماضي. فقال لي سمعني إياها، فسمعت القصيدة فدمعت عينه وقال لي هذه مو قصيدتك، قصيدتي أنا. قلت له خذها لك خلاص، وأنا نسيت الموضوع. الآن سأسمعكم قصيدة جديدة، وبعدين بسمعكم القصيدة الأصلية اللي هي رسالة مسجونة. النورسة السمراء على يده حطت نورسة سمراء، اليد الأخرى أصابع عشقها السكسفون، اليدان معا رسمت القيامة، فالطريق للورد لا يعرف الندامة. عيناه الشوق والبحر والمدى، والليل في جزيرة الغربة ليل وحيد، والوقت كالسيف جراحا يمضي سدى. كان هناك يزرع الموج حلما، يهفو إلى قافلة تحمل القلب إلى اليابسة، حيث العيون من خلف النوافذ تطل مشتاقة ناعسة. كان هناك
كان هناك يخبئ حلمه في النوم، يعلم الحصى لغة الرمل، يكتب ألحانه على صفحة الموج، فربما يرقص البحر رقصة البجعات. 20 دهرا وليل بلا أغنيات، مخدعت حلم حزين بحرف الترقب، فهل كان الليل ليلا، فهل كان الليل ليلا حين أطبق الحزن على تلك الجزيرة، والغريب الأسمر يحصي خيوله لطريق عسير ترويه السنوات. إنه العشق، إنه العشق لوهج الوطن، والطريق إلى الورد شوك شجن. إنها الشمس، إنها الشمس ضوءها فريدا، فما للعشق خطوه وإيدا. يجيء حالما كنجمة مزركشا مصافحا، ويختفي من دربه يتركه وحيدا. القصيدة الأولى. والآن لنعود إلى غابر الأزمان 1971. هذه رسالة مسجونة، والتي سماها نجيد حبيبتي. ولمعلوماتكم أن في الأغنية اللي لحنها مجيد اتصرف في القصيدة بعض الشيء، يعني هو اعتبر القصيدة قصيدته، وأنا أعطيته كل الجرين لايت. حبيبتي وأنت تغرقين في بحيرة الأحلام والعطور والدفء والصفاء والسكينة، هل تذكرين فارسا به الليل عن المدينة، محملا بأجمل القصائد وقلبه كغابة من الزجاج والغضب، وكان يعشق الأمطار حين تخسل البكاء في النوافذ الكئيبة، ويشتهي الضياء يحضن المدن، وكان يعبد الطفولة ويكتب الأشعار في عيونك الخجولة، ووجهك الندى وصدرك بيادر المرجان والكروم، ووجهي الإبحار وغضبة الأنهار، وصدري الجراح والتحدي. حبيبتي وأنت تنعمين بالأمان في فراشك السعيد، تذكري محبك البعيد يصارع الرياح والقراصنة ويغزل القمصان للربيع، تذكري فؤادي الصديع ووحدتي في الجزر المميتة، وحينما تمر بي قوافل التوحش المقيتة، يزور طيفك الحبيب خاطري كبلبل يحمل في منقاره سنابل الفرح وموسما من النقاء والعطايا، وهاتف من صوتك الحنون يزرع داخلي طحالب الجنون، فتنبض العروق بالحنين يا لحرقة الترقب. وشمسك الدافئة البعيدة ورحشة الخيبة والتمني، واللهفة الجامحة العنيدة معزوفة الظامعة الأوتار. حبيبتي ورغم ما في قلبك الصغير من جفاء، ورغم ما تبدين من دلال، يا أجمل النساء
تذكري، تذكري لو مرة في غربة المساء مسافرا يذوب للطواف في جزائر الحيرة والنجوم في عينيك ليرتوي من منبع النبيذ ويطفئ الشجن. تذكري مسافرا غاب عن الوطن ففي غد يعود وفي يديه باقة من الورود. وشكرا على صبركم. شكرا لشاعرنا المبدع عبد الحميد القائد. الآن لقطات من فيلم عن حياة فناننا العظيم مجيد مرهون. أنا الليلة سوف لن أستخدم الراحل ولا سوف أستخدم فقط الفنان الكبير الفنان المبدع فقط. لأعمال مجيد كنت طالب سنة ثانية بالقاهرة، وصلني أسطوانة للمؤلف مجيد مرهون، واستوقفت لهذه التجربة العظيمة من شخص عظيم اللي هو المرحوم مجيد مرهون. خمسة فيولات فيولا أيوة وأربعة سيلو واثنين كنترباس. فأشوف شنو خليفة بإمكانه أن يسوي يعني لا عشان يوزعها أكبر قدر. احنا جميعا درسنا في المعاهد، اساتذه علمونا، لكن هو علم نفسه. هذا شيء من النوادر على مستوى العالم. مجيد كان عنده مهاره الابداع الموسيقي بشكل مبكر، لفت انتباه مدرسينه وهو كان في الابتدائي في اول ثاني ابتدائي بطريقه قراءته للقران، يخلونه يرتل القران أثناء الطابور الصباحي وكذلك في الصف. فكان يستمع دائما للموسيقى على الراديو، وهذه هي كانت بداية اهتماماته بالموسيقى. بس مع مرور الوقت يعني صقل اهتماماته في الموسيقى الكلاسيكية بالذات وأنواع مختلفة من الموسيقى بشكل عام. مجيد صار يعزف الموسيقى في الحي ويعزف الموسيقى في المدرسة، فبدأ يألف مقطوعات صغيرة ويلحن بعض الكلمات لبعض الأغاني. بدأ يتعمق في علم الآلات الموسيقية، يعني تحديداً آلات الأوركسترا، آلات النفخ الخشب، آلات النحاس، وآلات الوتر، وآلات البركشن. من ثم حس بالحاجة إلى معرفة أسرار العزف الأوركسترالي. كيف هذه الموسيقى ممكن تنبع بهذه الطريقة وتتكامل بين كل الآلات؟ لفت نظرة بالموضوع. وهذه ساعده بأنه لما بدي ألف يعرف كيف تكتب لهذه الآلة، مساحة صوتية، الخامة الصوتية لكل آلة، الآلات لما تعزف مع بعض، المسافات بين الآلات مع بعض، مما يشكل هارموني متجانس في إخراج العمل الموسيقي. يعني تحدي كبير بالنسبة له، يبي يريد يعرف كيف يحصل ذلك، وحاول وفشل وحاول وفشل، ليه ما وصل إلى هو يدرس، يعني ما ينلام يدرس بدون معلم، ولما انعرف ما تريث، عمل على تطبيق أعمال من هذا القبيل، وكتب مع التطور كتب الكونشيرتو، كتب السيمفونية. آخر سكور سويتها لها ممكن تقرأ لنا شيء منها؟ آخر شنو؟ تقرأ لنا إياها يعني. أوكي علشان بس نعرف يعني إحساسها. بوم
تسمع موسيقى مجيد تشعر بأنك تسمع عالم من المشاعر يصل إلى القلب والروح، فيها عمق في التأليف، فيها فكر، فيها دراما. كل أعماله هي معبرة، تعبر عن شيء ما في كل لحظة في كل مازورة، وهذا العلاقة هي اللي خلته مترابط أو يركز على الموسيقى الكلاسيكية. Music doesn't need to be super complicated always to touch you. I find him super strong in melodies, and he's taking them from easy scales, but he chooses different notes and he chooses them in a different way, and that's much more important, to say something or to have an own voice, and I think he has that. And it was very interesting because it was a certain Arabic sound to it, but then the music was not very Arabic, so I found that really intriguing. What's the story? You know, that's something that was not theoretic or anything. It just came from the heart. That's what the feeling of the music. مجيد مرهون للآن ما في مؤلف في البحرين يمتلك قدراته، يمتلك إمكانياته. كان يعاني في البداية من تحدي لمعرفة بعض الرموز وبعض المصطلحات الموسيقية اللي لا يعرف لها تفسير. فعمل على أن لا يواجه أحد. Thank you.
هذه الأغنية مهداة إلى روح رفيقنا الشاعر فوزي، الفنان فوزي الشاعر، له رحمة. الآن الفنان المبدع سلمان زيمان، وكلمة قصيرة بحق فنان مجيد مروان، تفضل. السلام عليكم. طبعا انا ما بطيل في الموضوع هذا، لان مجيد يعني اموره تبرق نجمه ساطعه علينا كلنا. انا بس حبيت اقول بعض الذكريات اللي جمعتني ويا مجيد. ارتبطنا بمجيد احنا فرقه اجراس من أول يوم طلع من السجن، ف يعني خذ العضوية مال فرقة أجراس وبدأ كعضو فعال ومساهم وحاضر كل البروفات والحفلات اللي أقمناها. أبى أذكر أشياء، مثلا ذكرتني أغنية أبو الفعاي اللي انحطت، هي فعلا تنطبق عليه. والحلو أنه في سنة 93 أعتقد المهرجان الرابع كنا خاتمين الحفل بهذه الأغنية. في نهاية الحفل أو في نهاية الأغنية فاجأنا مجيد أنه دخل علينا المسرح وتم يرقص، فاحنا كلنا يعني اواني ما قدرت اعود نفسي وصرنا نرقص وياه. فانا وهو كنا ندور في المسرح ونرقص والغنيه ماشيه. لكن عقب ما خلصنا من الحفل للاسف اختي مريم صحتنا بان احنا نشيل الجزء دي من التصوير، فنزلت الاغنيه بدون هذا الجزء من التصوير، وانا متاسف كثير على ذلك. مجيد انا ارتبط أسرته، أسرتي وأسرته
فكنا دائما نتزاور يجون البيت ويقضون ويانا نهار طويل، نتغدى نتعشى مع بعض، نروح لهم ويجون أسرته موجودين ويانا هني. شفت الكثير من الانفعالات اللي تصير عنده، ومجيد كان دائما مبتسم، دائما يضحك، دائما تشوف الأمل في عيونه براق. لكن ما أنسى لحظة مرت علي ويا مجيد لما ترقد في آخر مرتين، كانت أصعب مرتين رقد فيها في المستشفى آخر عمره. كنت أطلع من المدرسة أمر عليه في السلمانية وعقب أروح البيت، فيوميا بهذه الطريقة، فكان يطول، هو يطول لمدة شهر شهر ونصف في المستشفى. مرة من المرات لما كان هو ملبس كل يعني الأجهزة اللي عليه، وكان في هوز وحجم كبير موجود في الحنجرة عنده وطول وايد، في لحظة ما غمز لي غمزة، وهذه الغمزة ما أنساها، وكأنما يقول لي الأمور طيبة، لأن ظل فترة إحنا ما نكلمه بس هو ما يقدر يتكلم لأن هذه الأهواز والأجهزة كلها مربوط فيها. فمجيد عانى في طفولته وفي حياته وكذلك في مماته. إنسان علمنا الصبر وعلمنا الأمل، وقدم من إبداعات الكثير اللي ما في داعي أن أتكلم فيها، هي تحكي عن نفسه. ذكرى التاسعة إحنا فيها الآن، أمس ذكرى وفاته تاريخ 23، لكن إحنا يعني نأمل في الذكرى العاشرة لتذكرنا لمجيد اللي هو السنة القادمة في هذا الوقت، مثل هذا الوقت اللي احنا فيه الآن، بعد سنة يعني تمر مرور 10 سنوات راح نعد أشياء ونحاول أن أعمال تكون يعني على الأقل جزء منها طلع إلى النور من الورق إلى الآذان تستمع إليه. شكرا لحضوركم. شكرا للفنان سلمان زيمان على كلمته الطيبة. الآن مقطوعة موسيقية للفنان أحمد الغانم، إهداء للأسطورة الفنان مجيد مرهون، فليتفضل. كان مقترح أن أنا أتقدم أيضا بكلمة في حق الفنان مجيد مرهون، ولكن أنا أعتقد أنه هو مثل ما أهداني الكثير من موسيقاته، فيسعدني أن أقدم هذا العمل، هذا الإهداء إلى روحه. هذا العمل أنا ألفته قبل فترة مع مجموعة من الأعمال، وعنوانه هو أفتقدك.
الآن تكريم لعائلة مجد مرهون باقم الواربي هديها رفيق خليل يوسف أمين عام المنبر التقدم. طبعا مع إبداعات أحمد الغانم ما قدرنا لأنه نقتطف وردة ونهنيها إياه.
نشكركم جميعا على تفاعلكم والحضور الجميل. ووجبة خفيفة قبل لا تروحون، ونلتقي في أمسيات أخرى جميلة بروحكم وقلوبكم الحلوة. شكراً.